عوامل وراء زيادة التلوث في العراق. يتعرض الإنسان للمواد المسرطنة عبر العوامل التالية: الهواء، الماء، التربة، الغذاء الملوث، إفلاتوكسينز أو دايوكسينز. ويقدر عدد المواد المسرطنة الكيميائية في بعض من أماكن العمل بحدود 40 مركبا كيميائيا تؤدي إلى سرطانات مثل الرئة والميزوثيلوما والمثانة. أما في الماء، يكون مصدر التلوث الكيميائي بمواد كيميائية مثل الأرسينيك والإسبستوس وغاز الرادون والأسمدة ومبيدات الحشرات والنفايات الخطرة، ويؤدي إلى سرطانات الكبد والكلية والرئة والمثانة. كما إن مادة الكلورين التي تستخدم لمعالجة التلوث البيولوجي في المياه قد تؤدي للإصابة بسرطان المثانة والقولون. مخلفات المعامل التي تؤدي للتسمم بالرصاص والكادميوم ومبيدات الحشرات والأسمدة الكيميائية والزئبق والأوزون والأمونيا والمعادن السامة والغبار والألياف المعدنية والإسبستوس. وسجلت محافظة البصرة أعلى نسبة في الإصابة بالسرطان جراء تلوث الهواء والمياه والتربة، ناهيك عن التلوث الإشعاعي نتيجة حرب الخليج الثانية في شباط عام 1991 واستخدام قذائف اليورانيوم المنظب من قبل قوات الحلفاء وسرقة معدات لجنة الطاقة الذرية في التويث ومنها براميل وخزانات ملوثة إشعاعياً.